بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 23. وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في درسنا على التفسير. قد انتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذه الآيات الكريمة تدأ الله جل وعلا بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون ما حرم الله، فهم الذين ينتفعون بأوامر الله ونواهيه. أما الكفار والمنافقون فإنهم لا يلتفتون إلى أوامر الله ونواهيه، وإنما يناديهم الله بقوله: يا أيها الناس، لإقامة الحجة عليهم وتبليغهم، ثم بعد ذلك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب تكرر في أن الله ذكر هذا في آيات سابقة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومعنى كتب فرض، فالكتب معناه الفرض، أي فرض عليكم الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك عن الكلام والإمساك عن المشي، كما ذكر الله عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني عن الكلام، كذلك الإمساك عن المشي. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة. معنى خيل صيام يعني واقفة، وخيل غير صائمة يعني تجري تحت العجاج، وأخرى تعلو كاللجمة. فهذا في اللغة. ويقال النجوم صائمة يعني واقفة في نظر العين، يستبطئ الناس سيرها ويقولون صائمة، يعني كأنها ممسكة عن الجريان. هذا في اللغة. أما في الشرع، الصيام هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات.
الحسية والمعنوية بنية، الإمساك بنية، لأن الصيام الشرعي عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي وهو المقصود هنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض الله عليكم أن تتركوا المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. ولما كان الصيام شاقا على النفوس لأن فيه تركا لمألوفاتها وتركا لشهواتها وقد تكون محتاجة إليها، ففيه جوع وفيه عطش وفيه ضعف بدني شاق على النفوس، قال الله جل وعلا كما كتب على الذين من قبل. فالصيام ليس خاصا لهذه الأمة، وإنما هو عام لجميع الأنبياء وأممهم، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم، وهذا مما يسهل على المسلمين مشقة الصيام، لأنه ما دام أنه مفروض على جميع الأمم قبلنا فإن هذا يقنع النفوس ويسهل مشقة الصيام، لأن الشيء إذا عم سهل، كما كتب على الذين من قبل. وإن كان الصيام عند الأمم السابقة يختلف عن الصيام عند المسلمين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن فرضيته ووجوبه عام لجميع الأمم المتبعة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ثم توفاه الله عز وجل. والصيام فيه فضل عظيم، الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث فيه أن أجر الصيام لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به، ولم يبين سبحانه وتعالى مقدار الجزاء، لأن أجر الصيام لا يتحدد بعدد وإنما هو بغير حساب، لأن الصيام فيه الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، أي من أجل الله سبحانه وتعالى، فآثر رضا الله على ما تشتهيه نفسه
فلهذا صار عمله من أفضل الأعمال، ووعد الله عليه بالجزاء الذي لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وقد خصص الله بابا في الجنة للصائمين يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، لمما يدل على فضل الصيام وتميزه من بين سائر الأعمال. الصيام عبادة عظيمة وفيه أسرار عظيمة وحكم عظيمة، فهو أولا يدل على صدق الإيمان، فإن الصائم إذا ترك ما تشتهيه نفسه وقد يكون بحاجة شديدة إليه، كأن يكون ظمآن ويترك الماء البارد عنده، ويكون جائعا ويترك الطعام عنده، ويصبر على الجوع ويصبر على العطش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تعويد للنفس على الصبر والطاعة. وأيضا الصيام يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان الإنسان مفطرا فإن الشيطان يسول له ويغريه بالمعاصي ويثبطه عن الطاعات، فإذا صام فإن هذا يطرد الشيطان عنه، الصيام يطرد الشيطان عنه لأنه ترك شهواته، والشيطان إنما يأتي مع الشهوات، فإذا تركها المسلم سد الطريق على الشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن شهر رمضان تصفد فيه الشياطين وتغل، فلا يستطيعون أن يتمكنوا من المؤمنين في صيامهم. والصيام يعود الإنسان على الإحسان، لأنه إذا ذاق طعم الجوع عطف على الجائعين والمحتاجين، وإذا ذاق طعم العطش فإنه يعطف على العطشان ويسقيه، لأنه جرب العطش وجرب الجوع، فيسبب ذلك رقة في قلبه نحو الجائعين والعطشى، يعطف عليهم. وأيضا الصيام يقوي على الطاعات، الصائم أنشط على العبادة من المفطر، لأنه يطهر القلب وينقيه ويرقق القلوب، فلذلك تجدون الصائمين أنشط على العبادات من غيرهم، لأن الصوم هذبهم وعودهم وفرغ قلوبهم عن الشواغل، فأقبلوا على الله عز وجل وسهلت عليهم العبادات من صلاة وتلاوة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى
وصدقات وبر وإحسان، هذا يكون عند الصائمين أكثر وأسهل من غيرهم، فهذا من بركات الصيام. ولهذا قال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، هذا فيه بيان للحكمة من الصيام، وهو أن الصيام يسبب التقوى، يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته، لأن التقوى معناها اتخاذ الوقاية بين العبد وبين النار وغضب الله سبحانه وتعالى، وهذه الوقاية هي فعل الطاعات وتجنب المحرمات، فالصيام يسبب التقوى بالمعاني التي ذكرنا لكم بعضها. فليس الصائم كالمفطر في الإقبال على تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه، فالصيام تربية، تربية عظيمة للنفوس يكسبها تقوى الله سبحانه وتعالى والرغبة في العبادات والبعد عن المعاصي. ثم قال سبحانه أياما معدودات، هذا أيضا من التسهيل والامتنان على العباد، في أن الله لم يجعل الصيام في كل السنة، لم يجعل الصيام في كل السنة، وإنما جعله في أيام معدودات، ولو شاء لجعله في كل السنة، لو شاء لأمركم أن تصوموا دائما ولا تفطرون، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه جعله في أيام معدودات، إذا انتهت فإنكم ترجعون إلى فطركم وإلى تناول ما منعتم منه من المباحات والطيبات. أياما معدودات، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الأيام المعدودات ما المراد بها، فبعض العلماء قال هذه الأيام هي ثلاثة أيام، هذا في بداية تشريع الصيام أنه جعله ثلاثة أيام، ثم لما ألفوا الصيام، لما ألفوا الصيام وتعودوه نقلهم الله إلى صيام الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلما تعودوا الصيام ثلاثة الأيام نقلهم الله إلى صيام الشهر، وهذا من باب التدرج في التشريع، لأن العبادات الشاقة، العبادات الشاقة يشرعها الله جل وعلا بالتدرج شيئا فشيئا، رحمة بعباده سبحانه وتعالى. هذا قول. والقول الثاني أن الأيام المعدودات هي شهر رمضان، فيكون قوله تعالى شهر رمضان مبينا لهذه الأيام المعدودات، وشهر رمضان أيام معدودات، شهر واحد من 12 شهر، فهو أيام معدودات، وهو قليل بالنسبة إلى الأشهر 11. فعلى هذا يكون قوله تعالى شهر رمضان بيانا لقوله أياما معدودات. وعلى القول الأول
يكون قوله تعالى شهر رمضان ناسخا لقوله أياما معدودات، أنها ثلاثة في الأول ثم نسخت وجعلت شهرا كاملا، فيكون ذلك من باب النسخ. والله جل وعلا ينسخ ما يشاء من أوامره ونواهيه، وذلك لمصالح العباد وتربيتهم والتدرج بهم، تدرج بهم شيئا فشيئا بما هو شاق عليهم، أياما معدودات. ثم أيضا الله جل وعلا سهل تسهيلا آخر في الصيام، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني أن هذا الصيام في هذه الأيام المعدودات إنما يجب على الإنسان المقيم الصحيح، فالمقيم الصحيح يلزمه الصيام أداء، أما المسافر أو المريض الذي يلحقه بالصوم مشقة فإنه يفطر في وقت الصيام ويقضي ما أفطره من أيام أخرى، يفطر وقت سفره ويفطر وقت مرضه، فإذا انتهى سفره فإنه يقضي ما أفطر، وإذا شفي من مرضه فإنه يقضي ما أفطر. فعدة يعني فيصوم عدة أيام بقدر الأيام التي أفطرها، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ذكر تيسيرا ثالثا فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه أي الذين لا يستطيعون الصيام، يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام، لأن في القراءة الثانية وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم ولا يستطيعون الصيام، وهم الكبير الهرم والمريض مرضا مزمنا، فهؤلاء لا صيام عليهم، لا صيام عليهم لا أداء ولا قضاء، وإنما يقدمون الفدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره. فالعاجز عن الصيام دائما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هؤلاء ليس عليهم صيام، وإنما عليهم الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن فالناس بالنسبة للصيام على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يستطيع الصيام أداء وهو المقيم الصحيح، فهذا يلزمه الصيام أداء ولا يجوز له الفطر. الثاني من لا يستطيع الصيام أداء ولكنه يستطيعه قضاء، فهذا يفطر وقت العذر وهو المرض والسفر، ويقضي من أيام
أخر بعدد ما أفطر. القسم الثالث من لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، وهو الكبير الهرم الذي معه عقله وتفكيره، والمريض المرض المزمن، يعني المرض الذي لا يرجى له شفاء، ولا يستطيعان الصيام، هذان يقدمان الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده ورحمته بهم. ثم قال: ومن تطوع خيرا، يعني زاد على إطعام المسكين بأن أطعم عدة مساكين، من تطوع خيرا فهو خير له، زيادة من الخير خير. الواجب الذي لا بد منه إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا زاد وأطعم عدة مساكين فإن هذا زيادة خير وتطوع. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني زيادة خير. ثم قال جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيه بيان ما في الصيام من الخير وما فيه من الأجر. وأن تصوموا خير لكم، هذا على القول بأن الله خير المسلمين في أول الأمر بين الصيام والإطعام. قالوا أن تصوموا، يعني أن الصيام خير من الإطعام، هذا على القول بأن الله جل وعلا جعل الصيام في أول الأمر على التخيير، خير بين الصيام والإطعام، ثم قال الصيام خير، خير من الإطعام، هذا على القول بالتخيير. أما على القول بعدم التخيير فيكون معنى قوله: ومن تطوع خيرا فهو خير له، يعني زاد في الإطعام. وأن تصوموا خير لكم، هذا فيه ما في الصيام من الخير وما فيه من البركات، خير لكم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ترغيب للصيام وحث عليه، وأن الإنسان وإن ترك شهواته وترك مألوفاته وحمل نفسه المشقة فإن ذلك خير له من الإفطار وتناول الشهوات العاجلة، ما عند الله من الأجر خير له من شهواته التي تركها في مدة يسيرة يعوضها الله، يعوضه الله عنها خيرات كثيرة في الجنة. وأن تصوموا خير لكم، هذا ترغيب في الصيام. إن كنتم تعلمون، تعلمون ما عند الله جل وعلا من أجر الصائم وما له عند الله من الخير، فإنكم حينئذ تفرحون بالصيام بدل أن تكرهوه، تفرحون به رجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان معروف، هو الشهر التاسع، الشهر التاسع من شهور السنة، السنة 12 شهرا، المحرم وصفر والربيعان والجمادان ورجب ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، 12 شهر.
فشهر رمضان هو التاسع منها، هو التاسع ما بين شعبان وبين شوال، هو الشهر التاسع من السنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا مدح لهذا الشهر وبيان لفضله وترغيب بصيامه وترغيب بالمسابقة في الخيرات فيه، لأن هذا الشهر يمتاز على غيره من شهور السنة بميزة عظيمة، وهي أن الله أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وليلة القدر هي في رمضان، فالقرآن أنزل في ليلة القدر وفي رمضان. ولكن هل معنى هذا أن القرآن أنزل كله في شهر رمضان أو في ليلة القدر، مع العلم بأن 20 سنة ولم ينزل عليه جملة واحدة؟ ولهذا لما اقترح المشركون واعترضوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني فرقناه في النزول، رتلناه يعني فرقناه وجعلناه متتابعا، ولم ننزله جملة واحدة لحكمة عظيمة، وهي التسهيل على الأمة. لو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم العمل به، الله جل وعلا فرقه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فمن حكمة الله أنه لم ينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا في جملة واحدة، لأجل أن يسهل على الناس العمل به، ولأجل أن يسهل على الرسول صلى الله عليه وسلم تلقيه وحفظه. إذن فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجما ومفرقا في 23 سنة. إذن ما معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ ظاهره أن القرآن أنزل كله في شهر رمضان، وليس الأمر كذلك بالإجماع. فالجواب أن القرآن يطلق على بعضه ويطلق على كله، فيطلق على السورة أنها قرآن، ويطلق على الآية الواحدة أنها قرآن. فمعنى قوله أنزل فيه القرآن أي ابتدئ نزول القرآن، ابتدئ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر، أنزل عليه شيء من القرآن ابتداء. والقرآن يسمى به كل القرآن، ويسمى به بعض القرآن. هذا هو الجواب الصحيح الذي يتضح به المعنى. فقوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزال القرآن، هذا شرف عظيم لهذا الشهر، أن الله ابتدأ إنزال القرآن فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزل فيه القرآن ترغيب بتلاوة القرآن في شهر رمضان والإكثار من تلاوته،
لأن تلاوة القرآن في شهر رمضان لها خاصية على غيره، فهو شهر القرآن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ في رمضان لتلاوة القرآن، وكان ينزل إليه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن في شهر رمضان، يعرض القرآن على جبريل عليه السلام. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض القرآن في رمضان مرتين على جبريل عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر رمضان بالتلاوة أكثر من غيره، ويتدارس هو وجبريل عليهم الصلاة والسلام تدارسان القرآن في رمضان. وكان السلف الصالح من هذه الأمة ومن علمائها بالخصوص كانوا يتفرغون في شهر رمضان لتلاوة القرآن، فكانوا يتركون حلق الذكر والمجالس العلم والتعليم الذي كانوا يزاولونه في السنة، كانوا يتركون ذلك في شهر رمضان ويتفرغون لتلاوة القرآن، لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فله خاصية لتلاوة القرآن فيه. ثم قال جل وعلا هدى للناس، هذا بيان للحكمة من إنزال القرآن. الحكمة من إنزال القرآن هداية الناس، هدايتهم إلى الحق، هذه هي الحكمة في إنزال القرآن. فالقرآن نزل لهداية الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى. القرآن هو الهادي، قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالله أنزل هذا القرآن لهداية الناس، هدى للناس، شوف هدى للناس المؤمنين والكفار، لأن لفظ الناس يشمل المؤمنين والكفار، فالمؤمنون يكون هدى لهم باتباعه والعمل به، والكفار يهتدون به هداية الدلالة والإرشاد وإقامة الحجة عليهم، فهو هدى للكفار بمعنى أنه يدلهم على طريق الحق لو أرادوه، أو يقيم الحجة عليهم إذا عاندوا. في أول السورة يقول جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خص المتقين، وهنا يقول هدى للناس. ما الجواب؟ الجواب عن هذا أن المتقين هدى لهم في أنهم ينتفعون به ويؤمنون به، وأما الكفار فهو هدى لهم بمعنى أنه يبين لهم الطريق الصحيح من الطريق الباطل لو أرادوا الحق، فإن لم يريدوا فإنه يكون حجة عليهم يوم القيامة، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. هدى للناس وبينات، أي دلالات واضحة من الهدى. القرآن فيه دلالات واضحة، بينات، فيه آيات بينات، يعني واضحة الدلالة والإفادة والهداية إلى طريق الحق.
وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان يعني بين الحق والباطل، فالقرآن فرقان بمعنى، ومن أسماء القرآن الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. ثم قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما الحكمة في أن الله كرر هذه الجملة مرتين في قوله في أول الآية، في أول الآيات: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولما ذكر شهر رمضان قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا لتأكيد الرخصة، وعلى القول بأن الآية الأولى منسوخة بهذه الآية، ففيه أن الرخصة بالإفطار للمسافر والمريض لم تنسخ، كررها لبيان أنها لم تنسخ من الآية السابقة، أو أنه كررها للتأكيد، كررها للتأكيد. ومن كان مريضا، والمراد بالمرض المرض الذي لا يستطيع معه الصيام أو يشق عليه مشقة كبيرة أو يسبب له مضاعفة المرض أو يؤخر عنه البرء، فإذا نصح الأطباء أن الصيام يضر المريض ويؤخر عليه البرء أو يزيد في مرضه فإنه يفطر، أو هو وجد من نفسه أنه لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويأخذ بالرخصة، وكذلك المسافر. أما المرض اليسير مثل وجع الضرس، مثل الحمى اليسيرة، فهذه لا تبيح الإفطار. الأمراض اليسيرة المعتادة عند الناس التي تتكرر، هذه لا تبيح الإفطار، إنما المراد المرض الذي يشق معه الصيام مشقة ظاهرة أو يسبب له زيادة في المرض، هذا هو المقصود. أو على سفر، السفر ضد الإقامة، السفر من سفر الشيء إذا برز، سمي المسافر مسافرا لأنه برز من البلد وسفر من البلد إلى البر، هذا معنى السفر. وقيل سمي السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالرجال تعرف أخلاقهم في الأسفار، تعرف شهامتهم وكرامتهم وصبرهم وتحملهم في الأسفار. أو على سفر، أطلق السفر هنا معناه أن مطلق السفر يبيح الإفطار، ولكن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن السفر الذي يبيح الإفطار له شروط: أولاً أن يكون مسيرة يومين، بعضهم يقول مسيرة ثلاثة أيام للرواحل، ومسيرة اليومين تعادل 80 كيلو بالتقدير المعاصر، 80 كيلو عبارة عن مرحلتين للإبل والأقدام، كل مرحلة 40 كيلو، يكون المجموع 80 كيلو. هذه مسافة السفر عند الحنابلة، ما عند الحنفية يقولون مسيرة
السفر الذي يبيح الإفطار 3 أيام، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 2 يوم إلا ومعها ذو محرم. هذا دليل الحنابلة، قالوا السفر الذي يحتاج إلى محرم مسيرة 2 يوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على أن السفر الذي دون مسيرة 2 يوم للراحلة لا يحتاج إلى محرم. الحنفية استدلوا بالرواية الثانية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. بعض العلماء يقول مطلق السفر الذي يسميه الناس سفراً ويأخذون له الاستعداد، هذا هو السفر، لأنه جاء في الرواية الصحيحة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يذكر 2 ولا 3، بل قال لا يحل لها أن تسافر. والحكم الشرعي إذا أطلق يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفراً وأخذوا له أهبة السفر فإنه يبيح الإفطار، وما لم يعدوه سفراً فإنه لا يبيح الإفطار. هذا شرط، هذا هو الشرط الأول، أن يبلغ السفر المسافة المحددة شرعا. الشرط الثاني أن يكون سفرا مباحا، إما لنزهة وإما لتجارة وإما لطلب علم أو لصلة رحم، سفر مباح، أو يكون سفر طاعة كسفر للحج والعمرة. أما إن كان السفر محرماً فإنه لا يجيز الإفطار في رمضان، وذلك كالسفر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة فيها والجلوس فيها مع الكفار، هذا سفر محرم، أو السفر لزيارة القبور أو المشاهد، فهذا سفر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك فلا تباح فيه الرخصة. يشترط في السفر أن يكون سفراً مباحاً أو سفراً مشروعاً. أما إن كان سفراً محرماً كالذين يسافرون إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة فإن هذا سفر محرم، لأنه وسيلة إلى الحرام ويسبب الوقوع في الحرام، فهو سفر محرم لا يجوز للمسافر فيه أن يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة أيضا، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وإنما تستباح الرخص في المباحات والمشروعات. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا فيه دليل على وجوب القضاء على من أفطر من أجل المرض أو من أجل السفر، وسواء كان السفر أو المرض من بداية الشهر أو أنه طرأ في أثناء الشهر. فلو أنه صام أول الشهر ثم سافر في أثنائه يفطر، ولو أنه صام أول الشهر ثم مرض في أثنائه فإنه يفطر، مثل من كان معه العذر من أول الشهر. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليه أن يقضي
ما أفطره في سفره أو في مرضه من أجل أن يكمل عدد الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر، ما معنى شهد؟ يعني حضر، دخل عليه الشهر وهو حاضر مقيم وليس به مرض، فإنه يصوم. ثم أيضا هنا سؤال، وهو بماذا يثبت دخول الشهر؟ هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فيصام رمضان إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، بعلامتين واضحتين. لا، وأيضا لا يشترط في رؤية الهلال أن يراه الناس كلهم، بل إذا رآه مسلم واحد ولو امرأة فإنه يصام برؤيته، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا برؤية رجل واحد وهو ابن عمر. هم من شرطهم كل الناس يرون الهلال، بل إذا رآه مسلم عدل واحد يكفي ولو امرأة. صوموا لرؤيته، رؤيته يعني سواء رآه واحد أو أكثر فيجب الصيام. فإن لم يرى لغيم أو قتر أو شيء حجب الرؤية ليلة 30 من شعبان فإنه يكمل شعبان 30 يوما ثم يصام رمضان. هذا هو العلامة الفارقة لدخول الشهر. الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس، قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة جعلها الله لمعرفة بداية الشهور، بداية شهر الصيام، وبداية شهر الحج، وبداية شهور السنة للمداينات والآجال والعدد وغير ذلك من مصالح الناس. قل هي مواقيت للناس والحج. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام الآية مبينا الحكمة في كونه سبحانه أباح للمسافر والمريض أن يفطرا وأن يقضيا من أيام أخر، بين الحكمة بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من رحمة الله جل وعلا أنه خفف عن المسافر وخفف عن المريض في أن يفطر كل منهما في رمضان ويقضي بعد رمضان ما أفطر. هذا من تيسير الله، ولم يحتم الصيام على المسافر ولم يحتم الصيام على المريض، رحمة منه سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر، هذا الرخصة، ولا يريد بكم العسر وهو إيجاب الصيام على المريض وإيجاب الصيام على المسافر، هذا العسر، والله لا يريده سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. هذه الحكمة الثانية، يعني وأمركم بالقضاء من أجل أن تكملوا العدة، عدة الشهر. وعدة الشهر
إما أن تكون 29 إذا رؤي الهلال، وإما أن تكون 30 إذا لم يرى الهلال، فالذي يقضي يبني على ذلك. إن كان الشهر رؤي هلاله 29 يصوم 29، يكمل 29 مثل الناس، وإن كان لم يرى وصام الناس 30 يوما فهو مثلهم، يكمل 30 يوما، ولتكملوا العدة 29 أو 30 يوما. ثم قال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله، هذا فيه مشروعية التكبير في نهاية الصيام ليلة العيد، ليلة العيد. فإذا ثبت هلال شوال وانتهى شهر رمضان فإنه يستحب للمسلمين أن يظهروا التكبير في ليلة العيد ووقت خروجهم لصلاة العيد إلى أن يحضر الإمام، فيكبرون الله سبحانه وتعالى. هذا في مشروعية التكبير في ليلة العيد ويوم العيد بعد نهاية شهر رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله على هذه النعمة التي أنعمها عليكم، وهي أنه شرع لكم الصيام زيادة في حسناتكم وتكفيرا لسيئاتكم، خصكم بهذا الشهر العظيم المتوفر على الأجور الكثيرة، يمر في عمر المسلم كل سنة فيستفيد منه حسنات وتكفر عنه سيئات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من النعم التي يستحق عليها الشكر سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما شرع لكم وعلى ما يسر لكم وعلى ما رفع عنكم من الحرج والمشقة. هذا مختصر تفسير هذه الآيات الكريمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شر شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم في كل مكان. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بارك الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ وإذا كان هناك فرقا فما ضابط ذلك؟ نعم، هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة، هو ذنب من سائر الذنوب لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار،
إذا عذب عليه، وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا عذب به فلا يخلد في النار، وهو يعد من المسلمين. نعم. وهذا سائل يقول: في قريتنا أقيم بناء على أحد القبور وصرفت عليه أموال طائلة، وأضيفت إليه مدرسة لتحفيظ القرآن وسميت باسم صاحب القبر، فهل يجوز لنا الدراسة في تلك المدرسة؟ هذا البناء حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور، لأن البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز البناء على القبور لأنه وسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز جعل مدرسة عندها، لأن هذه المدرسة التي عند القبر وسيلة من وسائل الشرك، لأن الطلاب والمدرسون تتعلق قلوبهم بهذا القبر ويعتقدون فيه البركة، ثم يدعونه من دون الله ويستغيثون به، وهذا شرك أكبر. فلا تدرسوا في هذه المدرسة، ابتعدوا عنها وعن هذا المسجد، لا تصلوا فيه وابتعدوا عنه، لأنه من سخط الله وغضب الله ولعنة الله لمن فعله. نعم. وهذا سائل يقول: ببلدي كل عيد فطر يخرج الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى المقابر لزيارة أمواتهم، فهل هذا جائز في الشرع؟ زيارة القبور لأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم والاعتبار بحالة الأموات هذه مشروعة، لكن ليس لها وقت محدد، متى ما تيسر لك تزور القبور، الزيارة الشرعية بدون تحديد يوم معين، لا جمعة ولا عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ولم يقل زوروها يوم العيد أو زوروها يوم الجمعة، وإنما قال زوروا القبور. ففي